فرض الكفاية هو أشد على الأمة وأخوف على الأمة من فرض العين. البعض يظن أن دام أن هذا الفرض كفائي ترى حد سالم. فرض الكفائي إذا لم يقم به الناس هلكوا جميعا، الصالح والطالح. الفرض الكفائي إذا لم يسقطوه، لم يسقطوه عن كواهلهم، لم يقم به أحد، هلكوا جميعا بلا استثناء. أما فرض العين لو تركه إنسان مخاطب به هو ذلك الإنسان، يهلك ذلك الإنسان والأمة بخير، ولن يضر الله شيئا. ولا يظن بأنه يؤثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتركه الصلاة، بل هو الجاني على نفسه، وهو الذي يتحمل تبعة هذا الفعل. أما فرض الكفاية فخطير، أن يترك الناس فرض الكفاية. قالوا مثلا أننا لا نصلي مثلا صلاة الجنازة على الأموات لأنه فرض، لكن على الكفاية فتركه الجميع. أو صلاة العيد مثلا على القول بأنها فرض على الكفاية، قالوا خلاص فات العيد، جاءهم خبر قالوا فات العيد، وتركوا جميعا. المصر القطر كامل ترك الصلاة، ما صلوا حتى اليوم الثاني. فقهاء يقولون إذا فات في هذا اليوم وجاءهم الخبر عند صلاة الظهر أن اليوم فطر وأن الإمام أعلن ذلك ولم يبلغهم إلى أن يوصل الخبر، قد يشهد يصل الطارش يعني الرسول يصل في وقت متأخر، ماشي وسائل، يرى في منطقة من المناطق فيعلن الإمام أن غدا عيد، فيبعث الناس، فيبعث الرسل والناس ما سمعت، وصلها الرسول عند صلاة الظهر في يوم العيد، عند صلاة الظهر وهم على صيام، أن اليوم عيد، فعليهم الفطر، يجب عليهم الفطر، ولا يكملون الصيام، يذهبوا إلى الغداء مباشرة بعد الصلاة. ولكن صلاة العيد قد فاتت، متى يصلوها؟ في اليوم الثاني في نفس الميقات، في نفس الوقت بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. نحن قلنا لو كان إن هذا المصر كل ما صلى ترك هذه، تواطأ الناس، تواطؤوا على هذا المنكر، تواطؤوا على ترك ذلك، عياذا بالله. إذا تواطأ الناس على منكر من المنكرات يهلك جميعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتأمرن بالمعروف، يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقبضن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليخالفن الله بين قلوبكم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. حتى الدعاء لا يستجاب، هذا الخيار الأتقياء يدعو لا يستجاب لهم. يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقبضن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليخالفن الله بين قلوبكم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ونسأل الله السلامة والعافية. إذا تواطأ الناس على منكر من المنكرات وسكتوا ولم يحركوا ساكنا وتواكلوا على بعضهم البعض وحملوا طائفة من الناس حمل الأمر والتغيير أو جهة من الجهات
تغيير ذلك تواطؤوا أقروا عياذا بالله. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا، مجرد الركون. وهذا الركون قد يكون ركونا عمليا ظاهريا موافقة، وقد يكون قلبيا راحة والسكون والإطمئنان والإقرار والرضا. هذا عياذا بالله مدعاة لمس النار. فإذن فالفرض الكفائي شديد، ولهذا لا يتواطأ الناس على تركه. والحمد لله المسلمون لا يتركون فرضا كفائيا بحمد الله تبارك وتعالى، ونحمد الله سبحانه وتعالى نحن في هذه البلد، في هذه الدولة المباركة، نصلي جميع الصلوات في مساجدنا ولا مانع، ولا أحد هنالك يمنعك، صلي جميع الصلوات وكرر. هنالك إخوان لكم في بلدان لا يستطيعون الصلاة في المساجد، المساجد تغلق أو مغلقة لأشهر، لا يستطيعون الصلاة لأكثر من صلاة في اليوم الواحد، وأنتم تنعمون بالأمن والأمان، تلتقون ببعضكم البعض في المساجد، تسألون عن أحوالكم وتتقصون أخبار بعضكم البعض بكل أمان، والحمد لله رب العالمين.